ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب أزيد من 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة يوم الأربعاء بإقليم الدريوش بعد انقلاب حافلة للنقل المدرسي على مستوى جماعة ميدار، بينهم حالتان إصابتهما خطيرة. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الحافلة التي كان على متنها حوالي 37 شخصا انقلبت في الطريق بسبب فقدان السائق التحكم فيها، حيث أصيب رفقة أحد التلاميذ بجروح خطيرة على مستوى الرأس والأطراف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما بشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.